تمام. ده كده الجزء الخاص باليوتيوب تشانلز. تمام. ندخل بقى على الويب سايت. الويب سايت هما يعتبر اكتر شوية من اليوتيوب تشانلز، لان هما يعني اكتر حاجة فعالة برضو. الناس ما بتحبش تشوف فيديوز، بتحب تقرا او تاخد كورسز. فاول حاجة سلايد شير. سلايد شير ده هو مش كورس ويب سايت، هو ويب سايت عبارة عن presentations باور بوينتس. مثلا هتلاقي فيه باور بوينتس موجودة عن كل حاجة. مثلا هتفتحه وتكتب، مثلا انا بالنسبة لي مثلا هكتب بلازميد مثلا، او هكتب دي ان ايه، هيطلع لي presentations كتير قوي عن الدي ان ايه، اقعد اقرا فيها براحتي واقدر احمل منها اللي انا عايزاه واقدر اخد منها اللي انا عايزاه بسهوله. الموضوع فيها حقيقي ممتع ولذيذ قوي. فيوتشر ليرن برضو من دي بقى من اول هنا كده هنبدا نشوف الكورسز ويب سايت. فيوتشر ليرن من امتع اللي هما الويب سايت اللي هي فيها الكورسز. تمام. هي مش التوب، تمام، بس هي فيها معلومات لذيذة جدا جدا. يعني الكورسز بتاعتها حلوة ولذيذة، انا جربت منها قبل كده. الاوبن ليرن برضو يعني هو مشابه للفيوتشر ليرن، برضو في كورسز لذيذة ومميزة. تمام. بس احنا كده يعتبر انا برتبهم لكم من تحت لفوق، يعني برتب لكم الاقل اهمية ثم الاعلى ثم الاعلى ثم الاعلى. تمام. فالاوبن ايرن يعتبر تاني واحد من تحت بالنسبه للكورسز وكده. اليجون هو ممكن حد ممكن يعني ينتقد معايا ان انا حاطه اليجون تالت واحد من تحت، بس هو يعني مش هقدر اقارنه بكورسيرا، او مش هقدر اقارنه بيوديمي خالص، لان حقيقي انا شايفه من وجهه نظري ان كورسيرا وبيوديمي لا، محتواهم او الاستفاده اللي احنا ممكن ناخدها منهم اكتر اكتر بكتير من اليزون. يعني اليزون عنده حوالي 500 فري كورس، يعني لو قارنت ال 500 بكورسيرا ويوديمي او اي دي اكس، لا الموضوع يعني في فرق شاسع جدا. بعد كده يوداسيتي ده يعني هيبقى حلو جدا، الكورس اللي فيه حلوه جدا لكل الناس اللي بتحب البروجرامينج. هو فيه يعني كورس او في مجموعه من الكورسز حلوه جدا 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 لكل الناس الانترست بال البروجرامينج. معلش اصح لكم حاجه، هنا هم حوالي 800 في كورس، بس مش 500. تمام. بعد كده احنا قلنا اليوداسيتي بس فور بروجرامينج. بعد كده ال تي يو تي اس. ال تي يو تي اس هو for all technology، يعني الناس اللي يعني كل التكنولوجيز الحديثة. لو انت عايز ليها كورس لأي تكنولوجي حديثة، تكنولوجي موجودة وانت عايز تتعلمها، هتلاقيها موجودة على تي يو تي اس بسهولة جدا. بعد كده عندنا اي دي اكس. اي دي اكس انا على المستوى الشخصي هو يعني من امتع الويب سايتس اللي انا اتعاملت معاها وخدت عليها كورسز. المحتوى عليه سهل ولذيذ ومبسط، وليه ميزات هقولها لكم لما ندخل على الويب سايت بقى نفسه ونشوف بنتعامل معاه ازاي. بس برضو الموضوع فيه يعني سلس، وبجد من امتع الويب سايتس اللي انا اتعاملت معاها في الكورسز، انه علي تقريبا جامعات عاليه جدا وجامعات عالميه زي كامبريدج وغيرها كتير قوي من الكليات الجميله والمميزه اللي احنا عارفينها. اوبن كالتشر ده هو مميز جدا في ان هو عليه حوالي 1300 فري كورس. والحاجه الثانيه او الميزه الثانيه المميزه ليه ومش موجوده تقريبا في اغلب او باقي الويب سايتس، ان انت تقدر موجود عليه فايلز وبوكس وتكست، تقدر يعني لجامعات انترناشونال تقدر ان انت تعمل لها داونلود بسهوله جدا. وده انا شايفاها ميزه قويه جدا بالنسبه لبرنامج اوبن كالتشر. برضو الناس اللي هي مش من محبين الكورسز ولا من محبين اليوتيوب تشانلز، فبالنسبه لها البوكس والتكست هتبقى يعني حاجه مميزه جدا. فده يعتبر
التوب لو انت عايز تاخد تكست او لو انت عايز تاخد بوكس معين من جامعة عالمية وتتعلم المحتوى بصورة سلسة. يعني اخر جزئية هي ليندا. ليندا ده لكل محبين الفريلانسنج بجد. ليندا والفريلانسنج يعني من هي يعتبر لو انتوا حتى عملتوا سيرش هتلاقوا ليندا من اكتر الويب سايتس اللي انت ممكن تاخد منها محتوى فريلانسنج بطريقة مبسطة. بس ممكن يكون في غير ليندا، بس انا شفت كل الريكومنديشن وانا لما دخلت برضو شفت ان ليندا من امتع الويب سايت اللي انت ممكن تاخد عليها فريلانسنج، وهي اكتر ويب سايت ليه ريكومنديشن ان انت تاخد فريلانسنج من عليه. بس للاسف هو اوني 30 day trial، يعني فري 30 يوم بس. بعد كده الاثنين بقى اللي هما زي ما بنقول كده تشيري اون توب، او هما الخلاصة بتاعتنا او الكريزية كده اللي موجودة بالنسبة لنا في الليستة كده، اول الليستة. كورسيرا ويوديمي. كورسيرا هو يعني حقيقي بجد عليه كمية كورسز كتيرة جدا. كورسز لو انت بيجنر، كورسز لو انت مودريت، كورسز لو انت عايز دبلوم مثلا. كورسيرا يعني انا عايز اقول لكم انا حاليا باخد كورس بايوانفورماتكس على كورسيرا. بجد هو يعني ممتع جدا جدا بالنسبة لي. التكست اللي بتبقى اللي هو الاكزام اللي بيبقى موجود بعد كل جزئية، ان انت تقدر انت تعمل لاب، ان انت تقدر تتناقش تعمل ديسكشن مع الشخص اللي بيديك المحاضرة، تقدر ان انت تنزل الفيديو بسهولة تتناقش، يعني الموضوع فيه حلو جدا. بعدين يجي يوديمي. يوديمي هو للأسف يعني المشكلة بتاعته ان هو الفري كورسز فيه قليلة، بس هو نقدر ان احنا ننزله على الموبايل ونتحمل الموبايل. بس انتوا هتسألوني سؤال، طب ما هو مدام يودمي هو يعني الفري كورسز فيه قليلة، طب احنا ليه ما نحطهوش قبل؟ يعني ليه كورسيرا قبليه؟ او في طب ما في ويب سايتس تانية فيها فري كورسز بس مش بجودة يودمي. بس يودمي يا جماعة الكورسز بتاعته بجد بجد هي مؤسسة مؤسسة. يعني هم اي نعم العدد بتاعها سمول او يعني عددها صغير، بس هي بتأسسك كويس جدا جدا في الجزئية اللي انت عايزها، الجزئية اللي انت انترست بيها. الموضوع فيها مميز لو انت عايز تتأسس في جزء معين. انا بقولكوا كده من واقع برضو تجربتي، او ان انا جربت يوديمي قبل كده، اخدت فيه كورس بجد اسسني فيه. كان كورس دي ان اي ديكودد، هو في دي ان اي ديكودد تاني في بصان تاني اعتقد كورسيرا او اي دي اكس، بس انا واخده دي ان اي ديكودد في يوديمي. بجد انا اتاسست في الكورس ده بصوره حلوه جدا جدا. الموضوع كان بالنسبه لي حلو قوي. اخر تو ويب سايت بقى هما ادراك ومهارتك. هما الاتنين باللغة العربية، تمام؟ يعني الاتنين عربي. ادراك ومهارتك الموضوع فيهم باللغة العربية، وكمان هنتعرف عليهم اكتر في الويب سايت. دلوقتي احنا كده يعتبر خلصنا، هنروح الويب سايت نرجع تاني باوربوينت. ده اول ويب سايت اتكلمنا عليه اللي هو سلايد شير. سلايد شير زي ما انتم شايفين هو مجرد بيديك برزنتيشن، هتكتب هنا بس في السيرش مجرد الحاجة اللي انت عايزها، وليكن انا هكتب دي ان ايه مثلا وهعمل سيرش، هيطلع لي اكتر من باوربوينت ممكن يعني ادخلها واتعلم منها. مثلا انا عجبتني الباوربوينت دي فهدخل عليها، تمام؟ هلاقي يعني كتير جدا اقدر اقلب براحتي، اخد سكرين شوت زي ما انا عايزه، اقدر اداونلود. بس هو الداونلود بس لما تعمل لوجن، يعني تعمل اكونت على سلايد شير. لو انتوا عندكم لينكدين تقدروا تعملوا بلينكدين، او تقدروا تعملوا بالفيسبوك عادي، تمام. تاني حاجه ده فيوتشر ليرن، ده برضه تعملوا ساين ان. يعني يفضل ان انتوا تعملوا بالاكاديميك ميل عشان بيجي اوفرز عليها بتكون حلوة يعني، تمام.
هنا انت ممكن تسيرش بالسبجكت اللي انت عايزها: business, media, history, language, teaching. او ممكن مثلا لو انت بتدور مثلا كورسات شورت, او ان انت مثلا عايز experts, عايز تاخد مثلا ماجستير او ماستر او دكتوراه مثلا, فبتاخد اونلاين. تمام, فبرضو بتسيرش هنا على الكورس اللي انت عايزه. مثلا لو انا عايزه بيولوجي اند بايوتكنولوجي مثلا, عايزه في التوبيك ده. تمام, فهو هيجيب لي كل الكورسز المتاحه, وقال لي ان هما 38 كورس المتاحين بالنسبه لي ان انا اسجل فيهم. برضو احنا بندور على الكورسز اللي احنا عايزينها, وهنا مدينا الكورسز في كورس او بروجرام مع اكاديميك اكريديشن. تمام, ان انت يعني تاخد سيرتيفيكيت اكاديميك وكده, يعني اكاديميك ستادي, كانك بتدرس في اكاديمي. وفي هنا بروجرام, يعني هو برنامج كامل كذا كورس مع بعض. يعني مثلا هنا اناتومي 4 كورس, وهنا الجود برين 3 كورس مع بعض. تمام, وهنا زي ما قلتلكوا ديجري, ان انت تبقى عايز تاخد ديجري في جزئية معينة. تمام, ده بالنسبة للفيوتشر ليرن. بعد كده عندنا الاوبن ليرن, برضو اعملوا اكونت بالاكاديميك ميل. خلينا مثلا هنا على كورسز. تمام, هو هنا الكورسز, يعني جايب لي هنا السبجكتس اللي انا ممكن اخد فيها الكورس. هي مثلا لو انا عايزه ارتبهم من A to Z, لو انا مثلا عايزه طيب معين, مثلا عايزه ماستر ديجري, عايزه شورت كورس, عايزه دبلومه, عايزه سيرتيفيكيت. تمام, مثلا لو انا عايزه مثلا ديزاين, فهدخل على الديزاين. تمام, في هيديني كل الكورس الريليت بالديزاين, سواء دبلومه مثلا, سيرتيفيكيت, ماستر. تمام, زي مثلا هاخد هونر ديجري, يعني درجه شرف مثلا. تمام, فهو هنا بيديك السمري بتاعه الكورس, تاخد فيها قد ايه. بعد كده لما بتعمل, يعني بتعمل ريجستريشن, او ان انت بالاول بتسجل بالايميل بتاعك, وبعد كده تقدر ان انت تعمل ريجستريشن في الكورس. تمام, طبعا تلاحظ ان الكورس يكون فري عشان تقدر ان انت تسجل فيه. بعد كده ألسون ده الاكونت بتاعي عليه, ودلوقتي بقى مميز ان انت تقدر تنزل الاي اب على الموبايل. تمام, برضو عندك ان انت تعمل كورس كاتيجوري اي تي, لانجوج, ساينس, هيلث, الكاتيجوريز بتاعته. في كاتيجوريز تانية, او ان انت مثلا عايز طيب, عايز سيرتيفيكيت كورس, او عايز مثلا دبلومه, او عايز حاجه تانية غيرها. مثلا لو احنا هنا مثلا دخلنا على الساينس, طبعا بندور على زي ما قلت لكم فري, تكون كورسز فري. تمام, انا كنت مسجله في الكورس ده Fundamental of Biological System, فبالتالي انا هستارت في الكورس اهو. انا بينزلك الكورس ان انت تشغل الفيديوز بتاعته, يعني بتمشي معاهم بالترتيب, ويعني بتدوس هنا ستارت توبيك, وبيبدا معاك التوبيك عادي جدا. طيب, هنا ده يودستي. تمام, هنا برضو بيبقى عندك يا اما انت عايز بروجرام معين زي ما قلت لكم, داتا ساينس, بيزنس, انتليجنس, بروجرامينج, او لو انت مثلا عايز بالكارير ستودنت سكسس, لو انت عايز تبقى انستراكتور مثلا, ده في المكان نفسه. تمام, برضو في كل الكورسز دي تقدر تختار الكورس اللي انت عايزها برضو. ويعني زي ما قلت لكم هنا في بيجنر, لو انت بيجنر مثلا, انترميديت, في مثلا حاجات تانية اللي هو للناس اللي هو زي كده advanced. فبرضو كل حد بيختار على حسب ما هو عايز. انت مثلا ممكن تعمل الحاجات دي فلتر, مثلا لو انت عايز بس الفري كورسز, وعايز مثلا الكورسز اللي للبيجينر. تمام, وهو هيقعد يعمل لك فلتر, فهو طلع في الاخر 44 ريزلت.
مثلا انا عايزه سكيلز معينه مثلا من الحاجات دي، عايزه مثلا CSS دي لغه برمجه، فهو هيجيب لي هو كورس واحد اللي فري تمام وللبيجانر وبيتكلمني على السي اس اس، فانا كده بالتالي وصلت للتارجت بتاعي. يعني يا ريت تستخدموا الطريقه دي عشان هتسهل عليكم كتير قوي ان انتوا تقعدوا تدوروا وتلفوا وتدوروا على الكورس بتاعكم، والموضوع صعب قوي. هتدوسوا على ستارت فري كورس تمام، وبالتالي خلاص انت كده يعتبر عملت ستارت للفري كورس بتاعك، وتبدأ ان انت تعرف كل الديتيلز عن الفري كورس. ممكن احنا عملنا ستارت للكورس بتاعنا خلاص تمام، وتبقى انت بتتعامل خالص تمام. هنا هتبدأ الليسن بتاعك والموضوع بيبقى بسيط وسلس، وهنا طبعا بيحسب لك النسبة مثلا خلاص، مثلا ويك 1 ويك 2 يقعد يحسب لك النسبة عليه. بعد كده TUTS لو قلتلكوا ده لأي تكنولوجي انت عايز تتعلمها تمام، ده في كل الكورس اللي انت عايزها. تقدر ان انت هنا تصنف مثلا بالتوبكس اللي انت عايزها، عايز مثلا ويب ديزاين مثلا، عايز بس الفري كورسز تمام، عايز الكورسز للبيجنر تمام. فهو فلتر لك الدنيا كلها، وبس بقالك دول اللي هم الكورسز للويب ديزاين الفري، واللي انت تقدر تدخل عليها وتعرفها بسهولة تمام. فبرضو هنعمل نفس الطريقة، هندخل برضو زي مثلا HTML مثلا تمام، و هندخل بقى يعني هتدخل هتدوس على هتمشي بالترتيب، هتدوس على الفيديو كده بالترتيب الليسنز وتشغلها تمام جدا. انت بتمشي يعني تمام جدا، انت بتمشي عادي تمام. بعد كده ADX برضو مميز جدا في نفس الطريقة ونفس الفلتر، تقدر برضو تفلتر زي ما انت عايز. زي ما قلتلكوا هو مميز في ان هو جامعات عالمية يعني على مستوى العالم. مثلا لو هنختار مثلا ميديسن سي تمام، وهنبقى مثلا المهم كل ده يعني كل الجامعات اللي انت ممكن تعرضها. مثلا انا عايزة جامعة بوسطن تمام، وعايزة مثلا انا هنا ما يفرقش معايا مش عايزة ماستر او مايكرو ماستر عادي جدا. مثلا عايزة انترودكشن لسه مبتدئة، مثلا عايزة ان هو يكون لا مش هيفرق معايا ان هو افيربل او ارشيف، مثلا عايزة اللغة بتاعته تكون انجلش تمام. فهو فلتر لي في الاخر الفايف كورس دول، هما اللي في جزئية المادسن اللي هما هيفيدوني، وهما جامعة بوسطن اللي عاملاهم، وهما انترودكشن تمام. برضو هنسجل فيهم بنفس الطريقة. بعد كده عندنا open culture تمام، ده طبعا الويب سايت اهو، بندوس على زي ما قلت لكم ده الاوديو بوكس لو انت عايز اوديو، لو انت عايز موفي افلام. البرودكاست دي بتبقى عبارة عن مثلا هو بيبقى ملف صوتي، بس ملف صوتي بيبقى مشروح فيه حاجة يعني جزئية معينة. الناس اللي معاها ايفون هتبقى عارفة الموضوع، عشان يعني اوريدي برنامج البودكاست ده موجود على الايفون. هنا الاي بوكس لو انت عايز يعني بوكس مقروءة مثلا، هنا الاونلاين كورس برضو بنعمل يعني بنسجل بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم تمام. هنا الاودي بوكس تقدر ان انت تسمع البوكس دي عادي جدا، تنزل يعني مثلا تختار بقى الحاجة اللي انت عايزها، بيبقى اسم الاسم الكاتب والكتاب وكده، بيقول لك فري ان انت تعمل داونلود وستريم، في منهم يوتيوب وكده تمام. بعد كده ده lynda.com، هو انت يفضل لو انتوا عندكم لينك ده ان تسجلوا بايميل لينك ده بتاعكم تمام. طبعا ده هو فري ترايل لمدة 30 يوم
زي ما قلت لكم بيبقى في برضو ميزة زيادة لو انتوا عايزين يعني فري ستارت ماي فري مانس وانتوا بتسجلوا بلينك دان. طيب ده كورسيرا. كورسيرا اكتر موقع يفضل عليه ان انتوا تسجلوا بالاكاديميك ميل عشان بيجي عليه اوفرز كتيره قوي، يعني اكتر المواقع اللي ممكن تديك اوفر على الكورسز بتاعتها هي كورسيرا. تمام، ده كورسيرا، هو ده الموقع بتاع كورسيرا. انا جيت هنا في السيرش وكتبت بايثون لغه البرمجه. تمام، برضو في كورسيرا اقدر ان انا فلتر بالحاجه اللي انا عايزاها، مثلا انا عايزه باللغه الانجليزيه، وهنا الليفل بتاعي انا مثلا بيجنر، عايزه حاجه تكون في مستوى البيجنر بتاعي. مثلا انا هنا ده الديوريشن، انا يعني مش عايزاها لمده معينه، انا ما يفرقش معايا المده. هنا مثلا سكيلز، لو انا عايزه حد سكيلز معينه انا عايزه اتعلمها في بايثون. تمام، هنا مثلا لو انا في ليا يونيفرسيتي معينه او حاجه من هنا، مثلا لو انا عايزاها عشان كورس بروجكت مثلا جوجل، حاجات زي كده. يعني لو انا ده بارتنر، يعني لو انا بعمله بالتعاون مع مكان معين، او مثلا لو انا عايزة مكان معين منهم اعمل فيه يعني. تمام، هنا مثلا انا عايزة مثلا لو انا عايزة جديد projects، يعني لو عايزة projects مثلا. هنا لو انا عايزة courses، هنا لو انا عايزة تخصص بالذات في البايثون، لو انا هنا عايزة professional certificate، وهنا طبعا ال subject دي يعني دي subjects العادية جدا. تمام، فانا هنا ده هختاره اللي هو University of Michigan Python for Everybody. هختار الكورس، هيفتح لي شاشة زي كده، اقدر من هنا ان انا ابص على كل الديتيلز اللي انا عايزاه. انا بيقولي يعني بكتير قوي 8 ساعات ان انا اخلصه، بيقترح ان انا اخد 3 ساعات كل اسبوع. اللغة بتاعته الانجليش، هنا الكونتنت بتاع يعني بايثون، هنا في 5 كورسات في السبيشاليزيشن دوت. تمام، فانا اقدر ان انا ببص يعني على كل الديتيلز بتاعت كل جزئيه منهم. تمام، وكمان بيبقى لك ده هو ده الانستراكتور بتاع الكورس. تمام، وكمان بيبقى هو كاتب لك المواعيد بتاعه الكورس. الكورس ده مثلا هيبتدي في 21/1، دوس هنا enroll for free. بس طبعا هنا عشان الكورس ده مش فري، او هو مثلا بيبقى فري زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى المدة معينة وبعديها بنعمل فلوس. ففي حاجة اسمها financial aid. الفاينانشال aid دي يعني هعملها لكم في جزء او في فيديو لوحديها مع الفاينانشال aid بتاعت ال ADX، وهفهمها لكم بالديتيلز وبالتفاصيل قدام. ده يودمي. يوديمي زي ما قلت لكم هو الكورسز بتاعته قليله، يعني في كورسز بتاعته قليله بس يعني معقول ان انتوا تاخدوا منه، او يعني هو مميز ان انتوا تاخدوا منه وتتاسسوا في اي جزئيه انتوا عايزين تاخدوا فيها في كورس موجود. تمام، فمثلا احنا عايزين مثلا personal development leadership مثلا، فهتقعدوا تدوروا في الجزئية بقى، تقعدوا تدوروا فين الفري كورس، تقعدوا تدوروا فين. يعني فكرة ان هو هنا للأسف مفيش فلتر ان انتوا تفلتروا وتاخدوا الفري بتاعكو. تمام، بس يعني هتدوروا توصلوا في الاخر. بعد كده دي منصة ادراك، اللي هم بقى المنصتين الموجودين بالعربي. هما فيهم كورسات بالعربي مختلفة، يعني مش حاجة أساسية، مثلا لغة إنجليزية، خرائط ذهنية، قيادة التغيير. الناس اللي هي بتحب تسمع كورسات عربي، في برضو اللغة الفرنسية، تقنيات الألعاب. بتدي بقى التسجيل فيه عادي جدا، وبتاخد سيرتيفيكيت، ما بتحتاجش أو بتاخد شيء، مش بتحتاج ان انت تتعب أو تاخد حاجة. مهارتك برضو نفس الطريقة، بتعمل لوجن. مهارتك في جزء انجليش وجزء عربي، مش اعتقد مش كله انجليش ومش كله عربي. تمام، يعني انت عايز هنا انجليش او عايز عربي، في كورس يعني مثلا احنا ناس بتحب العربي لغتنا الام. تمام، فانت هتقلبه عربي، فهتلاقي الويب سايت كله اتقلب معاك عربي، حتى الكورسز بقت عربي، البرامج التدريبية، بصوا كل حاجة بقت عربي. تختار طبعا منها اللي انت عايزه. تمام، ك
كده يعتبر احنا خلصنا الجزئية اللي انا عايزاها، وانا خلصت اللي انا كنت عايزة اقوله لكم. شكرا جدا ان انتوا شفتوني، واتمنى الموضوع كان فيه استفادة، وبعتذر لأي جزئية كان فيها مشكلة او جزئية انا ما كانتش مظبوطة معاكم. يعني لو حد منكم عنده اي اسئلة ممكن يسيبها لي في الكومنت في تحت الفيديو، او ممكن يسيبها لي على الفيسبوك، وانا ان شاء الله هجاوبكم عليها، واتمنى ان المحتوى يكون مفيد. شكرا.